السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم للي الطبخ. عواشر مبروكة، ونتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم إن شاء الله غنعملوا واحد الوصفة خفيفة، عشاء أو غديوة مزروبة بمواد بسيطة إن شاء الله. فبقوا معايا من الأول حتى الأخر باش تنجح لكم هذه الوصفة هذه، وعلى بركة الله نبدأ المقادير. نحتاج مقلاة، عملت فيها واحد الفلفلة حمراء وخضراء صغيرة، قطعتهم طريفات صغار، زدتهم بصيلة مقطعة طريفات صغار، زدتهم واحد جزرة محكوكة وبطاطا صغيرة محكوكة. عندي 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطع، حكيت واحد الحبة ديال الثومة عليهم. من بعد زدت واحد شوية المعدنوس قزبر مقطع، صلصة ديال الطماطم واحد المعلقة، معلقة كبيرة ديال الزيت الزيتون أو زيت المائدة اللي بغيتي، والتوابل مخلطة فيهم ملحة كمون زعفران. المهم من بعد نديو المقلة ديالنا للعافية النار، وغنحاولو نشحروها، وغنبداو عاوتاني المرحلة الثانية. نشدو الكاس ديال الخلاط الكهربائي، أو لا ممكن تستعملي غير جلافة وتخلطي فيها هاد المسائل. نعملو فيها واحد الكاس ديال الحليب، واحد شوية البزار، من جوج بيضات، عندنا واحد جوج بطاطات مسلوقين تبردو قطعتهم ورزتهم معهم، معلقة زيت المائدة، معلقة كبيرة، أنا عملت كما كتشوفوا واحد شوية الملح، شوية البزار، ونخلطوهم مزيان. من بعد نخويهم في زلافة كبيرة بحال هذه، غنضيفو كاس ديال الدقيق، كاس، وغنحركو مزيان الخليط ديالنا. نزيد واحد الساشي ديال بيكنج باودر، خميرة الحلويات، قبيسة ديال الملحة، ونحركو الخليط ديالنا مزيان، نضربوه بحال كنعملو بسكوتة. نجيبو اللاطة ديالنا ونفرشو ليها، اللاطة تكون صغيرة يعني 30 على 30 سنتيم، أو دجاجة إلا عندك 25 سنتيم 25 غير خدامة. نكبو فيها النص ديال الخليط، النص الكبير، نسرحو كما كتشاهدو. من بعد غادي نجيبو هاديك الخضيرة ديالنا اللي تشحرات والدجاج، غنحطوها من الفوق كما كتشاهدو، نحطوها فوق داك العجين الرخوي، بعد ما سرحنا ديك الخضيرة نخويو عليها الباقي ديال العجين اللي عندنا بهذه الطريقة هذه. نخويو كامل،
حاولوا يسرحوه. وندخلوها للفران، وحدوا له ساعة. من الطيب من التحت غنخرجوها ونعملوا لها شوية ديال الفرماج موزاريلا من الفوق، ونردوها للفران ونشعلوا ليها من الفوق واحد القسم. وهاي الأكلة ديالنا واجدة، خفيفة وظريفة. نتمنى تعجبكم، ما تنساوش تدعمونا بلايك وإعجاب وبارتاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.